عم نكرم الشباب المبدع بسوريا يلي فاز بمسابقة كشف الثغرات اللي أقامت برعاية كريمة من وزارة الاتصالات والتقنية والهيئة الوطنية لخدمات الشبكة. كبر قلبنا مثل ما بيقولوا اليوم بهدول الشباب يلي قدروا يثبتوا رغم الحصار والظروف السيئة اللي عم بتمر فيها سوريا انه عنا شباب بيقدر يكون بهيدي المسابقة ويرفع اسم سوريا بالقصة. شاركت بالمسابقة كمتسابق، فكرت انه مجرد مسابقة تدريب او كذا، يعني ما توقعت حيكون في جوائز وشهادات. حصلت على الجائزة الثانية بمسابقة أمن المعلومات، طبعا تكريم خطوة كتير منيحة من الوزارة وهيئة الشبكة مشان الطلاب واللي عندهم خبرات يعني يزيدوا خبراتهم.